في بعض الامهات من متابعين الصفحه بعتوا لي على الخاص بيسالوني وبيطلبوا مني ان انا اعمل فيديو بنتكلم فيه على اشهر الجمل اللي ممكن يستخدموها في انهم يتعاملوا بيها مع اطفالهم او مع ابنائهم وبناتهم في البيت. والفيديو دوت بيتكلم عن اشهر الجمل اللي انت ممكن تستخدميها كأم عشان خاطر انك تتعاملي مع اولادك بالانجلش في البيت. لو الفيديو عجبك كأم ما تنسيش تعملي شير ولايك ويلا بينا نبتدي مع بعض. جاهزة يا حاجة؟ جاهزة يا ابني جاك صاروخ في مياميك. أول جملة معانا وهي tidy up your room. أول ما الولاد بيصحوا الصبح بتبقى الدنيا متنعكشة خالص فبتقول لهم إيه زبطوا الأوضة بتاعتكم. tidy up your room. لما أولادك يبقوا خارجين وعاوزة تقول لهم ما تتأخروش يا أولاد بتقول لهم بالإنجلش don't be late. سهلة أهي. don't مش don't. don't be late. اللي بعد كده flush the toilet. flush the toilet يعني شد السفون وما تبقوش معفنين. flush the toilet. بتقول لحد من ولادك مثلا انت متعاقب او مفيش خروج ممكن تقوله بالانجلش you're grounded. مفيش خروج مش هتروح ولا تيجوا. you're grounded. your bed يعني اعمل السرير. make your bed. عندنا كمان لما تحب تقول لابنك او بنتك انت محتاجة تكبري you need to grow up. You need to grow up. Your dirty clothes in the laundry basket. Put your dirty clothes in the laundry basket. يعني حط الملابس الوسخة بتاعتك في اللاندري باسكت في الباسكت بتاع اللبس أو الغسيل. لو انت مزاجك رايق وانت بتصحي الولاد بدل ما هتضربيهم بالشبشب هتقولي لهم ايه ويكي 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 يعني يلا اصحي يا ولاد ويكي ويكي. لما تحب تقول لولادك time the bed يعني يلا وقت النوم وقت النوم time to bed time the bed time the bed. leave the door ajar يعني خلوا الباب موارب. ajar يعني موارب يعني لو هو مفتوح قوي ولا مقفول قوي. leave the door ajar عشان يدخل لنا تراوة كده تراوة وهوا. leave the door ajar. عندنا كمان get وتحط بعدها حاجة. لما تحب بقى تقول لولادك ايه تبعتيهم مشاوير هات لي كذا من المطبخ get me كذا get me the t-shirt هات لي t-shirt get me the laptop هات لي اللابتوب وهكذا. get me يعني هات لي والحاجة بقى بعد كده اللي هيجيبوها. tap يعني الحنفية فممكن تقول لهم open the tap افتح الحنفية او طبعا close the tap اقفل الحنفية close the tap. الدنيا برد بقى وعاوزة تقول لهم البسوا حاجة put on يعني البس put on مثلا your coat حطوا المعطف بتاعكم البسوا المعطف بتاعكم put on your coat. لو عجبك كأم please share and like. ما اقدرش اقول لك كل الجمل بس انا حاولت اقول لك اشهرهم. لو في جملة تانية في دماغك سيبيها في تعليق وانا هحاول ارد عليك اكيد ان شاء الله. thank you يا جماعة and wish you all the best. Thank you.